تنفس الصعداء، يعني برئونا من التهمة. أنا أتكلم مع الموجودين ومن هم خلف الشاشة، برئونا من التهمة قضية المناطقين، رجاء رجاء رجاء. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أحيانا نتحدث عن الحالة وما نجمع عليها، بمعنى التصويت 55% ما وصل 60%، فما راح نقول لك حنا، ما راح نقول والله اجتمعت لجنة تسمية الحالات المناخية لتسمية الحالة الفلانية التي أثرت في المدينة وفي مكة وجاءت معظم النتائج بالرفض نظرا لأن المعطيات المناخية والحالة المناخية المتوقعة لم تستكمل المعايير اللي المقررة لدى اللجنة، وأنت ما عندك خبر، وبالتالي ممكن تلومنا لكن احنا ناقشناها. هذا امر. الامر الثاني، ممكن تكون انت صح والحاله جاءت واثرت على منطقه المدينه واللجنه ما جابت خبر نائمه. اولا احنا بشر، ثانيا ما في احد فطانا وفرغنا، عندنا اشغالنا، عندنا دوامنا، احنا متطوعين، احنا محتسبين وما على المحسنين من سبيل، بمعنى ان أحياناً يكون طال عمرك فعلاً قصرنا وحالة رابغ الأخيرة، حالة رابغ الأخيرة. أنا كلمت الأمين حكم أني مشغول جداً عمل لجنة وفي ناس أكثر من في المتابعة، قلت الشباب ليش ما نقشته رابغ، يعني أثرت على 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 رابغ بشكل كبير. أيضاً أحياناً تكون الجهة الفلانية أهلها يقصرون في دعمنا بالتصوير سواء كان في السناب او في غيره، يعني بعض الجهات والله لو 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 تنشق السماء 24 ساعه ما تجيكنا اي صوره وما يجيكنا اي دعم. ايضا احنا بشر يعني نتعرض ايضا للحقيقه التاثير عبر تصويركم وعبر النشر وعبر، فنقول لا والله في شغل جامد صاير في المدينه ونظروا النتائج وشوفوا الصور وشوفوا المناسيب وشوفوا كيف غرقت الانفاق وانهدت البيت الفلانيه وشوفوا الابل كيف بدات تطفح في الاوديه. فالموضوع جدا معقد يا اخوان. وايضا اللجنه ليست مفرغه وليست مدعومه وهم محتسبين، وبالتالي رفقا بالهيئة. لكن الذي أنا متأكد منه أن الهيئة أو اللجنة عفوا ليست مناطقية ولا عندها عصبية. هذه التسمية تكون قبل الحالة، أحيانا تكون التسمية أثناء الحالة، لأنه أحيانا نتفاجأ، نحن بشر وما في أحد يدعي أنه كامل في معرفة الطقس. وسبق أنني ذكرت أن علم الطقس لن يكتمل، أعيد، علم الطقس لم يكتمل ولن يكتمل نظرا للتعقيد الشديد جدا. نعم وصلوا القمر، وصلت المجسات للكواكب الثمانية كلها، وصلنا إلى معارف وعلوم وتقنيات عجيبة غريبة، لكن لا يعني ذلك أننا نستطيع. أيضا حددنا الكسوف والخسوف والعبور والاستصغار وشغلات فلكية كثيرة بالثانية، لكن لا نستطيع نحن البشر بمعرفة الطقس غدا 100%، خاصة الأمطار. بقية العناصر النسبة عالية جدا في الصحة، عالية جدا، لكن الأمطار ما زالت فيها مشاكل كثيرة نظرا للتعقيد الشديد. خذ على سبيل المثال، لو نأتي لشخص واحد منكم ونخلي شركات عالمية صحية نفسية تشتغل عليه ونقول يلا تنبأ متى يغضب، ما نستطيع، لأن عوامل الغضب في النفس البشرية لها أكثر من عامل، وبالتالي المودلز اللي سويته أو أنت اللي سويته والشركة الفلانية والفلانية ممكن تقول والله إذا كان حر ممكن يغضب، إذا والله صار عنده مثلا جزاءات ممكن يغضب، والله مسكه ساهر ممكن يغضب، لكن ممكن يمسكه ساهر وبنفس الوقت تجي علاوة
ما غلط. فشغلات معقدة جدا فيما يتعلق بالأمطار لا يستطيع الإنسان، ويكفي أنها من علم الغيب نزول المطر، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب. فأحيانا نسمي أثناء الحالة، وأحيانا لما تنتهي الحالة بالذات إذا كانت قصيرة، يوم انشقت السماء وأثرت على الممتلكات والجسور والطرق، ربما حيوانات، ربما أماتت ناس خلال بضع ساعات مثل حالة جدة مثلا، فأحيانا نسميها بأثر رجعي بعد الحالة. وهذا الحقيقة قدراتنا، أنت لا تلزمنا إلا أننا نعلم وش اللي بيصير. ما في أحد، حتى هيئات الأرصاد ومراكز الأرصاد العالمية التي ميزانيتها مليارات بينما احنا ميزانيتنا صفر، أيضا ما يستطيعون التنبؤ 100%. فبعض الناس يجي يتأكد يقول توكم تسمونه عقب ما انتهت، إيه يا أبو الشباب عقب ما انتهت. احنا نعترف في هذا، وغيرنا بريطانيا، وأنا دائما أركز على بريطانيا لأنها هي أم الطقس، وهي العلم ظهر، علم الطقس وتطور من الإنجليز، تمام؟ ما زالت نشرات الطقس التي يعني تظهر في الإعلام ما زالت قاصرة وناقصة، والتهكم في رجال الطقس ويذرمان ما زال يترى في الكاريكاتير وغيره. فالموضوع هذا لن يكتمل ولن يكتمل.